وقال لا تنخدع باللباس أو المظهر، فمن أراد البحث عن اللؤلؤ فليغوص إلى الأعماق. كثير من الناس اللي بتعتني بمظهرها أكثر من عقلها ومضمونها، وبتهتم بأناقتها أكثر من لباقتها، وللأسف يلي عم يدفعهم لهالشي هو اهتمام الناس بالمظاهر واللباس والأناقة أكثر من المضمون والعقل والفكر. فمنحكم على الشخص إنه فهمان من ملابسه، ومنحكم عليه إنه دقيق بمواعيده من ماركة الساعة يلي لابسها. وياما فرص حقيقية سواء بعمل أو بأي شيء بالحياة بتروح لأصحاب المظاهر وما بتروح لأصحاب الكفاءة والخبرة. طيب شو السبب يلي بيخلينا نتبع المظاهر، وكيف لازم نتخلص من هالشي؟ ليوصلكم الجواب، تابعوا معنا هذا التقرير. إن عين الإنسان تنجذب لكل ما هو أنيق وجميل ومرتب، تنجذب للأشكال والألوان الزاهية، ونفس الإنسان تميل للتميز ولفت الأنظار وإبهار الآخرين، وهذه خاصية توجد في الإنسان بنسب متفاوتة، فجميعنا يعتني بمظهره وأناقته، فذلك يشعره بثقة بالنفس وبانصباب اهتمام الآخرين نحوه، كما أن حبنا لذاتنا يجعلنا ندللها بالملابس والساعات والعطور، غافلين تماماً عن القيمة الجوهرية لهذه الذات. وتختلف الأسباب التي تجعل الفرد يهتم بظاهره أكثر من أي شيء آخر، فمنها التربية والعائلة المحيطة. فإذا كانت الأسرة تنمي في ذهن الطفل أن المظهر هو أهم شيء، فبالتأكيد سيكبر الطفل وجل اهتمامه الماركات والسيارات التي سيركبها. والشعور بالنقص والدونية قد يدفع الإنسان إلى الاهتمام بمظهره الخارجي، كونه من السهل التميز به، وأيضاً ضعف الثقة بالنفس. وقد يتحول هذا الأمر إلى عبء نفسي، وسيسحب الشخص نحو السطحية والابتعاد عن الأعماق التي تكمن فيها الجواهر. ومثل ما منلاقي ناس شديدي الاهتمام بالمظاهر والاهتمام بالمظهر الشخصي، بالمقابل منلاقي ناس بعيدة كل البعد عن الاعتناء بالذات والمظهر الشخصي. حلو التوسط، مو يعني إذا بدنا نبين إنه نحن بهمنا الجوهر فمنظهر أمام الناس بمظهر غير لائق أو بملابس غير نظيفة. بالعكس، ديننا بيأمرنا بالنظافة والرتابة، وهذا ما بيرتبط بالماركات أبداً. أي ملابس نظيفة وأنيقة بتكفي لتكون مرتبة وما في داعي للمبالغة. بالنهاية عقلك هو اللي بيعرف عنك. ولتعرفوا رأي الشارع بموضوع حلقتنا خليكم معنا. كل مثل ما بدك والبس مثل ما بدها العالم، فأنت شو بتحب تلبس البس ما له علاقة يعني اللبس، بس أكيد ما يكون شيء مخل بالأدب وبيخدش بالحياة. مثلا بيوز يكون هالشخص مثلا مظهره لائق وكذا هي، بس تصرفاته غير لائقة مع الأشخاص أو القريبين أو البعيدين عنه. الأغلب الناس بتهتم بالمظهر الخارجي، وهو يعني مو شيء غلط، بالعكس أنه صح، بس ما الجوهر غير، الأساس هو الجوهر. إنسان قيمته من خلال بالدرجة الأولى من خلال أخلاقه، من خلال معاملته وتعاونه مع الآخرين. علموا أولادكم أنه قيمتهم تكمن بعقولهم، بأفكارهم، بيلي بيقدموه للأمة والمجتمع، ولا تزرعوا ببالهم أنه هنن أولاد فلان أو أولاد فلان لازم يلبسوا ماركات أو إنهم بيحكموا على الناس بالمظهر. علموهم إنه البائع المتجول أو الإنسان البسيط يمكن يكون أهم بكتير من الإنسان يلي عنده مظهر أنيق، يمكن يكون أذكى أو أعلم، بس الظروف هي اللي جارت عليه ومنعته من إنه يتأنق ويترتب. أنتوا بالمقابل كونوا قدوة للآخرين. أنت كمدرس أو كطبيب أثناء تواجدكم بميدان العمل مو ضروري ترتدوا أفخر الماركات والساعات. خلونا نوصل رسالة للناس إنه ولو كنا نحن أشخاص مؤثرين ومهمين بالمجتمع، فنحن منكتفي بلباس محتشم ومرتب ونظيف، وبالأخص بهي الظروف يلي صعبة على الجميع. خلونا نعين الناس ترجع ثقتها بنفسها وما تستحي من الظهور أمام العالم بأي لباس، بل العكس، تظهر وتأثر وتبني وتقدم أفكارها بدون ما يكون مظهرها الخارجي هو العائق. خلوا ببالكم دوماً
أنه عقلك هو قيمتك. تبقوا بألف خير والسلام.